انا كنت بدافع عن حق الفرد بالتالي المجتمع في التنوع ده من حقك، يبقى كل ده معروض قدامك وانت تختار والله عايز تسمعه كله انت اخوه، عايز تسمع جزء منه، عايز تسمع حاجه واحده بس خاص تختار. بس انا يعني كان اللي انا بدافع عنه وشايف ان من حق الناس ان يبقى فيه المعروض كتير، ويا ريت يبقى اكتر من كده بكتير، لان ده معناه ان عدد الفنانين هيزيد، ولما عدد الفنانين هيزيد نسبة الموسيقى كويسة هتزيد، وبالتالي انت المستفيد انت الكسبان، وانا وكل اي حد عايز يسمع مزيكا. الجزء الاولي من سؤالك، انت تخيلك ان انا قلت مهرجانات موسيقى او لا، انا مش اهل حفرة للموسيقى ولا لا، ده في عشرات كتيرة من الملايين قررت انها موسيقى خلاص، الموضوع مش قرار عليا يعني. انا حضرت مصر من 30 سنة 35 سنة لما بدأت في المزيكا كان في نوع واحد بس، لو ما كنتش هتعمل سقف وصاجات وطبلة مش هتشتغل، وده كان كابوس ما اتمنهوش يحصل تاني. دلوقتي تقدر تعمل سقف وصاجات وطبلة ومزمار وجيتار ودرامز واللي نفسك فيه، اعتقد ان ده هو الافضل. في